هنتابع لسه مع حضراتكم مباشرة من سان بطرسبرغ ومشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في النسخة الثانية من القمة الروسية. بينضم دلوقتي القمة الروسية الأفريقية، بينضم لنا دلوقتي من سان بطرسبرغ الزميل أحمد عبد الصمد موفد التلفزيون المصري ليحدثنا عن أجندة القمة الروسية الأفريقية الثانية وتفاصيل أكثر حول لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إليك يا أحمد. أهلا بك يا أدير. يعني قمة روسية إفريقية في نسختها الثانية. قبل ما ندخل ونتكلم على يعني أهم الملفات المدرجة على طاولة النقاش تحديدا، خليني يعني سريعا كده نروح ونقول إيه اللي حصل في لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. اللقاء اللي انعقد منذ قليل ويمكن كان في إشادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفاوة استقبال لسيادته بمجرد وصوله لمدينة سان بطرسبرغ حيث مقر انعقاد قمة القمة الروسية الإفريقية تحديدا. أيضا الرئيس تحدث عن عدد من المشروعات اللي بتنفذ في مصر، بنتكلم على مشروع محطة الضبعة النووية وإن المشروع ده إزاي بيعكس نموذج رائد يحتذى به في العلاقات الثنائية والتعاون ما بين البلدان المختلفة تحديدا. خلينا هنا نتكلم تحديدا يا دير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في بداية كلامه بإن جدول أعمال وتسليم محطة الضبعة النووية بيتم وفقا ل يعني المواعيد الزمنية المدرجة في الاتفاقية تحديدا، وأشاد بأن العلاقات الروسية المصرية يمكن وصلت لأعلى مستوى لم تشهده من قبل. وبالتأكيد احنا عارفين يعني العلاقات القوية ما بين روسيا ومصر وعلاقات الصداقة أيضا القوية ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أن كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، وازاي روسيا لثورة الشعب المصري ثورة 30/6 تحديدا. كمان تحدث الرئيس عن عدد من المشروعات الرائدة في لقائه الثنائي زي مشروع يعني تنفيذ الخطة الاستراتيجية ودخولها الروسية ودخولها في حيز التنفيذ في عام 2021، واللي أسفرت عن أو بدأت ب إقامة منطقة لوجستية روسية في قناة السويس تحديدا بتنفيذ عدد من رجال الأعمال الروس تحديدا. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدير في اللقاء ده إن مصر يعني أبدا لن تتأخر في الاستجابة عن أي دعوات، هذه الدعوات من شأنها تعزيز العلاقات الخاصة ما بين مصر وروسيا وأيضا روسيا وإفريقيا بالتحديد، لما يسفر عن هذه اللقاءات الثنائية وهذه القمم من نتائج تعم بالخير والنماء على شعوب القارة السمراء وعلى الشعب الروسي بالتأكيد. ويعني جدير بالذكر أن مصر من المفترض يعني أنها تحتفل في شهر أغسطس المقبل بمرور 80 عام من العلاقات الروسية المصرية. خلينا نرجع مرة تانية للقمة الروسية الأفريقية، القمة اللي هتبدأ فعليا بوصول القائد لقاعة المؤتمرات حيث مقر انعقاد هذه القمة في مدينة سان بطرسبرغ تحديدا 10 صباحا، وهتبدأ بالقمة الإنسانية تحديدا وازاي القمة دي هتعكس يعني علاقات صداقة قوية ما بين روسيا والاتحاد والقارة يعني الاتحاد الإفريقي تحديدا. هدير خلينا نتكلم ان قمة روسيا 2023، القمة اللي احنا بصددها النهاردة هي نتاج ما أسفرت عنه مخرجات قمة روسيا اللي كانت منعقدة في سوتشي 2019، وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني رئيس هذه القمة بجانب نظيره الروسي كونه رئيس للاتحاد الروسي الاتحاد الإفريقي في 2019 تحديدا. وكان من بين مخرجاتها انعقاد هذه القمة اللي احنا في صددها النهاردة، كل مرة تعقد مرة كل 3 سنوات، ولكن القمة ما بين يعني الفارق ما بين قمة سوتشي وقمة سان بطرسبرغ ان في ملفات كتيرة ما كانتش مدرجة صحيح بطبيعة الحال في القمة السابقة وفرضتها التحديات. هنتكلم هنا هدير عن ملف يعني الامن الغذائي تحديدا، لان هذا الملف هو ملف حديث على الساحة، عارفين ان هو اتفرض بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، هو من أهم الملفات المدرجة وسيتم مناقشته يعني مع انطلاق هذه القمة. ومن المفترض أن تكون
يكون به نتائج جيدة، حسب ما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع بوتين بأنه يثق ثقة تامة بأن مخرجات هذه القمة سوف تكون مخرجات لا مثيل لها، سوف تنم بكثير من الخير على شعوب القارة. بوتين أيضا تعهد رغم انسحابه من اتفاقية توريد الحبوب، ويعني بالتالي هذا الانسحاب سوف ينعكس بشكل مباشر على مصر وعلى دول القارة الإفريقية بشكل عام، لكن الرئيس الروسي تعهد بأن الانسحاب لن يضر بمصالح القارة الإفريقية وأنه سوف يستمر في توريد الحبوب وتأمين الأمن الغذائي للقارة الإفريقية تحديدا. زي ما أنت عارفة يمكن روسيا هي من أكبر الدول المصدرة للحبوب، أيضا ربما تكون هناك شراكات كثيرة نتيجة عن هذه القمة في ملف الأمن الغذائي تحديدا، لأن روسيا تمتلك التكنولوجيا، تمتلك يعني التكنولوجيا الحديثة في تصنيع المواد الغذائية، وإفريقيا تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، تمتلك أراضي زراعية أو أراضي صالحة للزراعة والاستزراع. فهنا ربما يكون في هذه القمة نوع من أنواع تبادل المصالح المشتركة التي يستفيد منها الطرفين. صحيح، يعني من قمة سوتشي إلى قمة سان بطرسبرغ، والحديث عن يعني الوين وين سيتويشن، ويعني كل الملفات الجديدة التي طرأت على الدول الإفريقية على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، يعني بالتأكيد في انتظار مناقشة كل هذه الملفات وطرح كل هذه الملفات الهامة على طاولة مفاوضات الزعماء الأفارقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الزميل أحمد عبد الصمد، موفد التلفزيون المصري من سان بطرسبرغ، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.